بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مرة أخرى للإعلام الوطني ولقناتكم، مشكورة على مواصلتها لتغطية حدث إفراغ حي بن كيران بطنجة، موضوع دعوة طرد محتل، والذي صدر فيه مع الأسف الشديد حكم قضائي بتاريخ 20/11/2023 والقاضي بعدم قبول الطلب. حقيقة تحفظنا في الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذا الحكم الصادر في هذه القضية، والذي نزل كجلمود صخر حطه السيل من علي. كانت مفاجأة غير منتظرة وغير مقبولة على الإطلاق. نؤمن جميعا وبحكم التجربة أن الأحكام القضائية ليست أسطورة ولكنها واقع لا يرتفع، وأنا أعتقد أن الحكم الصادر في هذه القضية قد صدر خطأ ولم يكن في محله ولم يكن عين الحقيقة ولم يكن عين الصواب. ما غاديش نسبق الأحداث، أنا في انتظار الاطلاع على نسخة الحكم التي بطبيعة الحال سيتبين من خلالها لماذا قضت المحكمة الابتدائية أثناء النظر في دعوى طرد محتل بناء على وثائق حاسمة تنطق بما فيها بعدم قبول الدعوة. وعندما نسمع أو يصدر حكم بعدم قبول الدعوة بمعنى أن هناك إخلالات شكلية طالت المقال، من قبيل عدم الإدلاء بالوثائق، من قبيل انعدام الصفة، من قبيل انعدام الأهلية، وأعتقد اعتقاد جازم وراسخ أن طالبة لديها الأهلية ولديها الصفة وأدلت بالوثائق التي تثبت ليس فقط أحقيتها في المدعى فيه موضوع الطرد العقار موضوع الطرد، ولكن كذلك صفتها الثابتة من خلال الإدلاء بشهادة صادرة عن السيد محافظ على الأملاك العقارية والرهون بمدينة طنجة تؤكد و تثبت على أن العقار المترامى عليه من قبل ساكنة حي بن كيران هو يعود إلى ملكيتها، وأن المتواجدين في هذا الوعاء العقاري لا علاقة لهم على الإطلاق بذلك. قلت قبل ذلك في انتظار الاطلاع على الحكم الصادر في هذه القضية لنرى أين تكمن الاختلالات الشكلية، وهنا من حقنا بطبيعة الحال تدارك هذا الاختلال الشكلي مع إعادة الطلب من جديد أمام المحكمة الموقرة وفق التوجه الذي ارتأته. هذا من جهة. إذا ارتأينا، إذا تبين لنا على أن المقال، على أن الحكم الصادر كانت فيه نوع من المحاباة، أو كانت تشوبه أخطاء، أو كان ناقص، أو لم ينبني على أي أساس سليم لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع، فأنا ذاك سوف لن نعيد الكرة من جديد، وإنما سنتقدم بطلب يرمي إلى استئناف هذا الحكم وفق ما يقتضيه القانون، الذي طبعا سيرد الأمور إلى نصابها لا محالة. هذا هو لحد الساعة، ولكن كما قلت لكل حادث حادث. بالإطلاع على نسخة ديال الحكم غادي تبين لنا شنو هو الخلل اللي خلات السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يبت في هذا الطلب. هذا من جهة. من جهة أخرى، فعدم قبول الطلب لا يعني بأي شكل من الأشكال ولا بأي وجه من الوجوه على أن هذا العقار هو في ملكية الساكنة. لحد الساعة لم تقم الساكنة بالإدلاء بأي وثيقة سواء إدارية أو قضائية تثبت على أنها لا علاقة بالوعاء العقاري المذكور أو المراد إفراغه. ثار مجموعة من الدفعات، ارتأت المحكمة القول والحكم بعدم قبول الطلب. هذا لا يعني كما قلت على الإطلاق على أن راه عندهم حق على هذا الوعاء العقاري، وإنما المحكمة كتقول لك على أن هناك خلل شكلي يجب تداركه. احنا غادي نشوفه إذا اقتضى الأمر أننا نتداركه هذا الخطأ غادي نتداركه، اقتضى الأمر بأنه ليس هناك أي خطأ يشوب المقال ديالنا غادي نتقدمه طبعا بمقال استنافي، ولنا كامل الثقة لأن ما وجدت محاكم الدرجة الأولى ومحكمة النقد إلا من أجل تدارك هذه الأخطاء القضائية. شكرا مرة أخرى لكم.